مرحبا بحضراتكم مشاهدينا، اولى فقرات حلقتنا النهارده. طبعا ايام قليله ان شاء الله ونستقبل عيد الاضحى المبارك. كل عام وحضراتكم طيبين، كل عام والشعب المصري والامه الاسلاميه دايما يا رب في اتم صحه واحسن حال مع حلول كل الاعياد والمناسبات الجميله اللي بتهل علينا. وبالتاكيد من اهم طقوس عيد الاضحى المبارك هي الاضحيه والذبح. الاضحيه الحقيقه ان ربنا سبحانه وتعالى شرحها لتهذيب النفس وايضا لادخال يعني قدر كبير من السعاده والفرح والسرور على عامه الناس وتحديدا على الفقراء والمساكين. كلنا قبل عيد الاضحى بنبدا نستعد لفكره الاضحيه، مهم جدا نكون عارفين ازاي نختار الاضحيه السليمه والملائمه للذبح، ازاي ممكن نحافظ كمان على وزن الاضحيه حتى يعني حلول عيد الاضحى المبارك، ازاي كمان ممكن يعني نقوم بتغذيتها في وقت معين للوصول للوزن الملائم للذبح. هنعرف تفاصيل اكتر عن الاضحيه وفكره اختيار المواشي الجيده والصالحه للاضحيه مع ضيفي الكريم اللي بيشرفني في هذه الفقرة، هو دكتور عصام زكي، باحث بمركز بحوث الصحراء بشعبة الإنتاج الحيواني والمستشار العلمي لكاسل جورنال البريطانية. أهلا بحضرتك يا فندم، صباح الخير. أهلا صباح الخير، ازيك يا أستاذة مها؟ ازي حضرتك؟ طبعا دكتور، أولا كل سنة وحضرتك طيب بالصحة والسلامة، ويا رب إن شاء الله كده عيد الأضحى المبارك يكون عيد سعيد علينا كأمة إسلامية بإذن الله تعالى. يا رب جمعا يا رب، وكل سنة والأمة العربية والإسلامية بخير. وأنا بشكر قناة الزراعية الجميلة العلمية اللي بتقدم المادة العلمية للمواطن البسيط اللي بيها بنقدر ننهض بالفكر العلمي للمربي وللباحث. ده بتأكيد دورنا كإعلام خلال زراعي طبعا الجهاز الجميل بتاع قناة زراعية. شكرا لحضرتك. وبندعو بنستغل الحلقة ديت ان بندعو لأخويا حبيبي الدكتور مصطفى عفيفي بالشفاء العاجل إن شاء الله. امين يا رب العالمين. طيب دكتور، خلينا ندخل في موضوع حلقه النهارده وفكره الاستعداد للاضحيه والذبح مع حلول عيد الاضحى المبارك. ازاي في الاول بيتم تجهيز الذبايح والمواشي للاضحيه؟ ازاي بتتجهز قبل موسم الحج؟ اولا كيفيه اختيار اضحيه العيد، وده موضوع الحلقه النهارده. بيتم اختيار اضحيه عيد الاضحى المبارك ليس من قبل العيد باسبوعين وبشهر زي الناس ما بتعمل، لا احنا بنجهز الاضحيه من اول، بالنسبه للضاني من اول موسم الفطام. اللي هو بنفطم الحيوان على عمر 3 شهور ونص في اوزان تتراوح من 25 ل 30 كيلو. الضاني يا دكتور اللي هي الخروف؟ الضاني اللي هو الخروف. الخروف تمام. تمام. بيبدا الحولي يخش في مرحله التسمين، واحنا بنعمل مشروع اسمه الانتاج المكثف من الاغنام البرئي في جنوب سيناء، وبنعمله في سيوة في مطروح. بيبدا الموسم من بعد الفطام مباشره، ده بالنسبه للضان. اما بالنسبه للعجول، العجول بيبدا مرحله التسمين بتاعها في تسمين مكثف، من يبدا من وزن 250 اول ما من 125، في نظامين للتسمين، من 125 بعد ما بيفطم ومن 250. تمام. ويبدا يعمل انتاج مكثف من العجول. برضو عندي نوع اخر من الاضحيه اللي هو الجمال البعرور. تمام. ودي حاجه طبعا لحمه طيبه جدا جدا وموجوده في جنوب الصعيد وحلايب وشلاتين وتوشكا، ومنتشره في القاهره، وبدا اللحم الجملي ياخد وضعه ومكانته في مصر. فبنبدا نعمل عليقه اسمها عليقه مركزه من الاعلاف المركزه. بنبدا نقدم للحيوان علف مركز من 2% من وزنه، وعليقه مفتوحه من العلف الخشن. تحسين صفات اللحمه مهمه جدا جدا، لان كل ما هو ياكله الحيوان ينعكس على الذبيحه وصفات اللحمه. صحيح. فاحنا الشعب المصري تعود عاده ان الضاني سمين، وبالتالي كتير من المصريين يعزف عن لحم الضاني. اللحم الضاني، ودي فلسفه خاطئه خاطئه خاطئه. احنا التربيه الحديثه بالهندسه الوراثيه والعوامل الوراثيه للحيوان واستنباط اصناف كويسه زي الغنم البرئي اللي هي اللية بتاعتها بتتراوح من كيلو لكيلو وربع، في حين ان الطرف البلدي
الغنم البلدي بيوصل طرف الدهن اللي هي فيه من 9 ل 10 كيلو. طبعا فرق 10 كيلو ما بين البلدي والبرقي هو ده الفرق الوزن اللي ما بين الحيوان البلدي والحيوان البرقي. ولكن دكتور يعني اغلب الناس لما بتيجي تذبح الخروف تلاقي الناس كلها بتدور على الخروف البلدي، رغم انه بيبقى معروف ان لحم الخراف بيبقى دسم او فيه، هو دي اللي مخليه الشعب المصري بيعزف شويه عن الاقبال على الخراف. لكن النهارده بفضل الله وفضل البحوث اللي تمت في مركز بوز الصحراء وتنميه الغنم البرقي في اسكندريه من اول الكيلو 21 لغايه مطروح لغايه سيوه 320 كيلو بعد مطروح على حدود ليبيا، كل ده ما يعرفش الا الغنم البرقي اللي هم بيسموه الدرناوي. ايضا موجود في سينا من اول راس صدر لغايه كل المناطق بتاعت سينا، لحمه طيبه جدا. الخروف البرقي لا يتميز بعدم ترصيب الدهن مع الصفات الوراثيه اصلا اللي هي بعدم قابليه الحيوان لترصيب الدهن، هو اصلا اللية بتاعته صغيره وغير قابل لترصيب الدهن حوالين الجسم ولا في الاحشاء. فبالتالي لما انا بربي الحته بتغذيه جيده انا بحصل على حته لحمه اجمل من اللحم الكندوس. نسبة الدسم فيها بتكون قليلة. وفيها بنسميه احنا اللحم المرمري، اللحم المرمري اللي هو بنقول عليه تداخل النسير في قلب الابيض، فبالتالي احنا لما نيجي بنشويها ما بتاخدش وقت. وفي نفس الوقت ما فيش كوليسترول، ما فيش الكلام ده كله. تمام. وبيجي لي الاجانب بياخدوا الحول المفتوم مثلا لما بيوصل ل 40 كيلو بيبداوا بيعمل حاجة اسمها ابو مردم. ايه ابو مردم؟ حتة لحمة لو شرحناها ببساطة كده بالطريقة بتوع السويين بيعملوها ازاي؟ بيبدأ ياخد الحولي وبيحشيه، بيتبله الأول تتبيلة كويسة وبعد كده بيحشيه ويبدأ يحطه على فحم في حفرة ويغطيها بصينية ويبدأ يحط فحم تاني ويغطيها لمدة ساعة ساعة وربع. تفرجي على اللحمة بتستوي منها فيها من حرارة الأرض مع الفحم فهدي بتطلع حتة لحمة ما شاء الله خالية من الكوليسترول، جميع الدهون بتنزل فيها. يمكن يا دكتور الطريقة دي مشهورة جدا في الدول الخليج. معروفة اللحمة اللي بتستوي من خلال دفنها داخل الأرض. الأجانب يعشقوا سيوة بسبب أبو مردم وبيخرجوا في الصحاري والسفاري والحاجات دي. فإحنا عندنا خيرات ربنا ما شاء الله، كل ما هو بيأكله الحيوان طبيعي. فبنطلع حتة لحم جيدة جدا 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 لدرجة حتى الريحة بتاعتها مميزة. تمام. طب خلينا دكتور بقى كده يعني نعرف السادة المشاهدين حول الطرق السليمة اللي من خلالها نقدر ان احنا نختار الذبيحة او الأضحية المناسبة السليمة. ايه المؤشرات او العلامات الظاهرية لسواء الخراف او للعجول اللي من خلالها اقدر اعرف ان العجل ده او الخروف ده سليم وصالح للذبح؟ هضمن لحمته تكون سليمه. حضرتك نقدر نعلق على الصوره اللي موجوده برضو. شوفي طرف البرقي بيختلف كل وجزئي عن الطرف البرقي. ليه؟ البرقي اتعود على الاكل الجاف، المرعى الجاف، فبالتالي اللحمه بتاعته دايما تلاقيها لحمه حمراء. تمام. بصي شكل الحيوان، لما ننظر لشكل الحيوان الشاسيه بتاعه عامل ازاي، بيبدا اختيار الحيوان للتسمين منذ الفطام. تمام. قبل ما الحولي ما يقفل الكرش بتاعه ويتقزم ده بيستبعد. ليه؟ لان لازم يكون الحولي هنا تجهيز دي تجهيز اللي علي احنا مش هنبص عليها، لكن انا بتكلم على ازاي ببدا اختار الحولي لمرحله التسمين. تمام. لازم يكون الشاسيه بتاعه وافي، عضلاته مظبوطة، العنق بتاعه كويس، جسمه مشدود يعني بالظبط. هنا بيستجيب معايا لمرحلة التسمين. لكن لو الحولي كان ليه كرش، العضلات بتاعة الصدر قفلت، مهما أعلف فيه مش هيديني أوزان كويس. تمام. بالنسبة للبقر، أولا الدبوسين يكونوا متغطيين باللحم، الفخدتين ممتلئين، العنق مشدود وممتلئ، المخطم
مندة، العين براقة، كل دي علامات الصحة العامة للحيوان زي ما حضرتك شايفة. تمام. مفيش حاجة اسمها الدبوس اللي ورا على الكتف بتاع ظهر الحيوان متغطي باللحم. الفخذ زي ما حضرتك شايفة مميز ممتلئ، العنق ممتلئ، الضلوع مختفية. تمام. فبالتالي مواصفات تدل على ارتفاع معدل ارتفاع معدل التصافي. صحيح صحيح. طب دكتور، من المواصفات كمان اللي من خلالها نقدر نحكم على الذبيحه ان هي سليمه وما فيهاش اي امراض او ما فيهاش اي مشاكل صحيه ممكن تاثر علينا احنا كبني ادمين من خلال الاستهلاك الادمي؟ اولا انا قبل ما ساعه ما بيذبح الحيوان بيذبح الحيوان بيتعمل حاجه اسمها كشف على الكبد. لان الكبد ده اول مؤشر يعبر عن مدى صحة الحيوان. أربعة أرباع الدكتور البيطري بيروح مقسمه أربعة أرباع، كل ربع يعبر عن الربع اللحمة اللي موجود فيه. أي وجود خراج أو أي مؤشرات مرضية في الكبد يعدم الربع اللي موجود فيه المشكلة دي، وقد لو لقى في الكبد كله بتعدم الذبيحة. ومن هنا احنا بنناشد الناس اللي بتذبح بره المجازر، يا ريت ان انا التزم بالذبح في المجازر عشان الصحه العامه، اللي احنا بندور على صحه البني ادم، مش ان انا اضحي واذي المواطن. فالدكتور البيطري بيدي تقرير كويس جدا، اول ما بيشرح الكبد وبيكشف على الكبد على طول بيصرح بايه يتاكل وايه يتعدم، ودي منظومه الحمد لله موجوده في مصر كويسه جدا جدا جدا. عشان كده دايما دكتور بننصح كل السادة المشاهدين وكل المواطنين ان يتم الذبح في مجازر تكون موثوق منها عشان نقدر نطمن على الصحة العامة للحيوان، عشان نضمن ان اللحمة اللي احنا هنتناولها سليمة 100% وخالية من اي امراض او مشاكل. في حاجات المجازر فيها امكانيات مش موجودة عند الجزار. الذبيحة بعد ما بتتذبح لازم تتشمع، يعني بعد ما بيفرغها ويفرغ الاحشاء منها تترك للحم يشمع. لما يجي يقطعه بتلاقي اللحمة مشدودة. صحيح. سحب كل الميه منها بتسيب الذبيحه تصفي بالظبط. وهنا حتى لما بتحطيها في الثلاجه بتدي عمر كويس للحمه، اطول للحمه. صحيح، لونها ما يتغيرش، ما يكونش ليها رائحه نفاذه وهكذا. تمام. هل دكتور بنسمع ان دايما الخراف تحديدا مهم ان يكون راس الخروف مرتفع مش متدني، دي من العلامات الصحيه ان يكون عضلات مشدوده. مشدوده. صحيح. الشاسيه بتاع الحيوان طويل. الفخدتين ممتلئين. دايما انا بختار الحيوان اللي هو وصل السن، وصل الوزن المناسب بعد الفطام. ده يقول لك ان في مرحله التسمين هيرمي معاكي لحم كويس. تمام. طب بالنسبه للاوزان المناسبه جدا للذبائح، بالنسبه لي طبعا العجول، وايضا كمان بالنسبه لي افضل اوزان للغنم من 55 من 55 ل 70 كيلو. اللحمه بتبقى مميزه جدا، العمر للحيوان ما بيبقاش كبير، فبالتالي اللحمه بتبقى صغيره. تمام. الاوزان بالنسبه للعجول عاده الرنج بتاعها كبير عشان حسب الاختيار، في ناس بتشارك في ذبيحه اربعه او اكثر من شخص بيشاركوا مع بعض، فبالتالي حسب الوزن هيتقسم على كم واحد. لكن هي الوزن بيتراوح في العجول من 350 ل 550 كيلو. دي افضل اوزان. تمام. طيب احنا نعرف ازاي دكتور ان اللحمه دي كبيره في السن او ان العجل ده كبير في السن؟ هل في مواصفات معينه للحمه بقى بنعرفها بعد الذبح؟ لا، هو الحولي عامه بالنسبه للضأن عمر سنه مميز جدا، ده احنا بنسميه لباني. تمام. حتى في سورة الصفات لما ربنا سبحانه وتعالى بيقول لسيدنا إبراهيم وفديناه بذبح عظيم في آية 106، ذبح عظيم ممكن تكون كبش وممكن تكون حلية لم ما 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 تمتش الخلفة قبل كده برضو بتتسمن، وكذلك بالنسبة للعجول. تمام. لازم الكبش ما بعد سنة بيبقى لحمه كبير شوية. ده أنا بفضل اللحم اللباني يكون قبل عمر اللباني. السنة. سنة كويس. لا، هو سنة معقول. ما يتبعش قبل سنة. سنة ونص بتلاقي الحولي الكبش في وزنه كويس جدا، لحمته صغيرة.
ما بياخدش سوى كتير. تمام. طب دكتور، فكره بقى الايواء الحيوانات او الاضحيه قبل العيد، قبل الذبح، ايه المفروض الطقوس اللي نعملها او الاجراءات اللي نتخذها عشان نحافظ على وزن الاضحيه وكمان نحافظ على صحه الحيوان؟ ما هو احنا دايما بنصح الاخوه اللي بيختاروا الاضحيه بتاعتهم ما ياخدوهاش من الجزار الا يوم الذبح صباحيه العيد. ليه؟ لان الحيوان لو كل لوحده هينعزل، مش هياكل، هيحصل انخفاض في الوزن كبير جدا. قبل ما اختار الاضحيه افكر كويس جدا انا هشيلها فين، هغذيها مع عند الجزار وبدفع له مقابل ترك الحيوان عنده اليوم العيد. تمام. تغذيه يوميه بمبلغ كذا حسب الاتفاق معه. ليه؟ لان الحيوان بطبيعته بيحب التعايش في قطيع زي ما حضرتك شايفه. صحيح. لما يجي ياكل بيشجع بعضه، ما حصلش انخفاض في الاوزان. وطبعا زي ما نسينا، طبعا بنتكلم على الماعز. الماعز برضو جديان لحمها جميل رائع جدا. طبعا. جدا طبعا. رائع. طبعا. ما من الانواع برضو اللي بنضحي بيها، ما ننساش من الانواع. اللحمة كانت تكون ناعمة جدا، خفيفة جدا جدا على المعدة. تفطري وتتغدي وتتعشي بيها. طب دكتور، يعني قد ايه العلف او الطعام اللي بيقدم للاضحيه والحيوانات بيفرق في نوعيه اللحمه وفي طعم اللحمه في رائحتها؟ وخليني هنا يعني اتكلم معاك عن جزئيه، في نوع من الغش اللي ممكن بيحصل ان في بعض الخراف بنلاقي ان هي بتاكل القمامه. تاثير ده ممكن يكون ازاي على الحيوان وبالتالي على صحه الانسان؟ انا بحاول على قد ما بقدر اناشد الجهات الرقابيه، كل من هو بيسرح بالغنم في ويرعاها في مقالب الزباله ده ممنوع منعا باتا. نعم. ليه؟ لان بيعرض الحيوان لمأكولات فاسده، بتبدا الحيوان يبقى في معدته طفيليات والكلام ده كله بينعكس على الحيوان ويتنقل. ممكن يصل لمرحله النفوق بالزبط. كمان يعني لو بغض النظر النفوق ما هو بيخسره هو. صحيح. لكن انا لو عاش بيبقى اللحمه اولا ريحه، ريحة اللحمة مختلفة تماما. تمام. ولذلك ان احنا في المزارع بنبدأ بنعمل الحول، يعني اول ما بيتسمن الخروف بنعمل له عليقة الاول مركزة، يبدأ يرعى، يرجع من الرعي يلاقي التبن مفتوح قدامه. احنا دخلنا نبات اسمه نبات المورينجا. النبات المورينجا من اجمل النباتات اللي ادت نتيجة 100% بالنسبة للتربية، كان معدل النفوق 1% أو أقل كمان. ليه؟ لأن في مخلفات المورينجا عملناها سلاج، وأعتقد أن في صورة هتبان وإحنا بنعرض البرزنتيشن على الشاشة. فيها إزاي أن أنا بستغل نبات المورينجا في كبديل للدريس البرسيم، اللي هو دريس البرسيم وصل للطن 2500. احنا صنعنا دريس من النبات المورينجا مخلف السقان، وصل تكلفة الطن ل 1200 جنيه. اذا 50% من تكلفة التغذية وفرتها، فبالتالي بيديني اقتصاديات عالية جدا جدا. طب دكتور، برضو من انواع الغش اللي ممكن بتحصل من قبل التجار انه ممكن بيشرب الخراف كميات كبيره جدا من الميه، وبالتالي بيجي المستهلك يشتري الخروف يلاقي وزنه ما شاء الله، يبقى فرحان ان الخروف يعني وزنه جميل، ده هيرمي معايا لحم قد كده. ما عشان كده وبعد فتره يلاقي الخروف بدا وزنه يقل، او عند الذبح بقى يلاقي ان وزنه ما فيش لحمه طلعت. ده وسيلة غش قاسية جدا للمشتري، لأن هو بيروح معطش الحيوان ويشربه فجأة، ويروح مديله مية بملح. فيجي الحيوان يبيت ليلة بينزل له من 6 ل 10 كيلو. دي مشكلة كبيرة جدا. لذلك أنا بنصح أن الواحد ما يختارش الذبيحة أسبوع العيد نهائي. طب نعرف ازاي دكتور ان الحيوان ده ممكن يكون شارب ميه زياده؟ الكرش يا فندم باين جدا. مجرد انا ما بلف ايدي على كرش الحيوان وبخبط عليه بيبان ان الحيوان شارب ميه كتير. تمام. وبرضو لما انا اختار من مزرعه، ما اشتريش من تاجر في الشارع. نعم. تاجر الشارع ده بيبيع ويجري. لكن من مزرعه ليها اسم،
كيان ابقى واثق منه. كيان لو فيها اي حاجه هرجعها له. صحيح. طيب بالنسبه لفتره التغذيه اللي قبل عمليه الذبح ونوعيه العلف اللي الحيوان يتناوله، ايه افضل انواع العلف يا دكتور؟ انا هنقول لو احنا عملنا 100 كيلو من احنا ناقص على العيد مثلا، واحد عنده خروف عنده اثنين، هنعمل له تركيبة 100 كيلو بنحط فيها 35% ذرة و 10% كوز بصويا و 22% حتة ذرة و 2% حجر جيري و 1% مولاس، كده تديني 100 كيلو. بس لما باجي أقدم العليقة للحيوان يفضل أن أنا أخلطها بالعسل الأسود، عشان ده العسل بيدي استصاغة لمادة العلف وبرضو طاقة للحيوان. لكن لو خلطتها قبلها بليلة هيحصل تخمر. تمام. فالعليقة بتتخلط كويس بالعسل، كوباية عسل في مية، وتبدأ تقلب بيها العليقة يوميا عشان أحافظ على نمرة واحد وزن الحيوان ما يقلش، نمرة اتنين بحسن من صفات الذبيحة، أنا مش عارف أنا جايبها بياكل إيه، فدي تحسين لصفات اللحمة. وفي نفس الوقت لما أذبح ألاقي حتة لحمة كويسة. طب دكتور، وارد جدا أن الحيوان يتعرض للإصابة بإحدى الأمراض الخاصة بالمواشي والحيوانات في حين ظهور عرض معين، وإيه أهم الأعراض اللي ممكن تحصل أو تظهر على الحيوان خلال الفترة اللي إحنا بنقوى فيها الحيوان قبل مرحلة الذبح، والتعامل معها يكون إزاي، وإيه أخطر الأمراض دي اللي ممكن كمان تأثر على الإنسان أو تنتقل إليه؟ هو حضرتك أولا الدكتور البيطري قبل ما بيذبح الذبيحة بيكشف عليها، بيقوم بالكشف. صحيح. تمام. وبعد ما تذبح الذبيحه بيكشف على اللحمه. فانا برضو بكرر ان انا بقول الذبح في المجازر مهم جدا عشان الجزئيه بتاعه الامراض. لما بذبح الحيوان وبفرغ المعده بتفرج على كل ما هو الحيوان كله ومتحوش جواه، ممكن تلاقي مخلفات غير مهضومه متكتله، كل ده بيعبر لي ان الحيوان كان الاكل بتاعه غير مظبوط. لكن لما باجي بجهز الحيوان لليلة الذبح بصومه من 8 ل 10 ساعات. ليه؟ عشان ما يبقاش في الكرش فيه مخلفات كتير هتتعبني في الذبح والتفريغ والكلام ده. صحيح. لكن بس لازم اسيب الميه قدام الحيوان قبل الذبح لا يقل عن ساعتين. لازم، يعني فكره وجود الميه لازم يكون موجود. طب دكتور، انا بتكلم على الامراض كمان ممكن تظهر على الحيوان قبل الذبح. يعني دلوقتي شخص جبت خروف وبستعد للذبح وبحط له اكل وميه وكل حاجه، وفجاه لقيت فيه اعراض ممكن تظهر، زي ايه؟ اعراض الطفيليات دايما بتروح مخسس الحيوان بسرعه حاسس ان في فجاه اليومين لقيت الحيوان كرشه ضم وبدا يبقى فيه تجويفين، على طول بعرف ان ده اكيد جواه طفيليات. المفروض ان انا بجرع الحيوان ضد الطفيليات قبلها مثلا من بدايه مرحله التسمين. تجريع الدكتور البيطري بيبدا يكشف عليه وبيديله جرعات ضد الطفيليات الداخليه على طول خلاص. تمام. وتحصينات عشان لازم اللحمه قبل ما تتذبح من شهر لثلاث شهور ما يكونش الحيوان واخد مضادات حيويه عشان ما تبقاش تظهر في نسيره اللحمه. هل في مناخ معين دكتور مهم ان احنا نحط فيه الحيوان اللي بنجهزه للذبح، يعني قبل مرحله الاضحيه؟ اولا زي ما حضرتك شايفه لازم يكون المناخ بتاع الحظاير مهوى تهويه جيده. تمام. مصدر الاعلاف يكون مصدر امن. الطاولات اللي بتاكل فيها الحيوان بتتنظف اول باول. الميه تكون ميه نظيفه جاريه، ما يبقاش ميه ما يشربش ميه راكده. كل دي حاجات بتديني مؤشر على ان الحيوان باخد منه حته لحمه نظيفه جيده مش سمينه، وان شاء الله هيكون عيد سعيد علينا ان شاء الله. بس نلتزم بالمعايير اللي قلنا عليها. اخيرا كده دكتور، نصيحه من حضرتك لكل المواطنين مع يعني دخول عيد الاضحى المبارك، حاجه تحب تقول لهم ايه النهارده؟ والله نقول لهم كل سنه وانتم طيبين اولا، ويا رب يكون عيد سعيد عليكم. بس ارجوكوا نمره واحد، ما نشتريش اللي اضطر ان لسه هيشتري ما يشتريش من الشارع،
يشتري من جزار ليه سمعة كويسة، يذبح على ايده ويشوف الكبد شكله كويس سليم 100%، ويحافظ على نظافة اللحمة أثناء الذبح. نعم. اللحمة لازم الذبيحة تتذبح تتفرغ تشمع قبل ما يقطع، تكون الذبيحة مشمعة كويس جدا ويقطع ويكيس. طبعا دكتور انا باكد على كلام حضرتك، واكتر جزئيه حضرتك لمستها وهي هامه جدا هي فكره ان احنا نختار الذبيحه او الحيوان اللي هنقوم به يعني الاضحيه به لازم يكون من مصدر موثوق منه، عشان فعلا نضمن كتير من المشاكل، كتير من الامراض اللي ممكن تنتقل للانسان، نضمن كمان جوده اللحوم اللي بالتاكيد جودتها متوقفه على نوعيه الاعلاف وطريقه التربيه اللي تم توفيرها للمواشي ايضا والعجول. انا بشكر حضرتك جزيلا على وجودك معانا النهارده يا دكتور، شرفتنا ونورتنا وافدتنا بكثير من المعلومات القيمه حول كيفيه اختيار الاضحيه المناسبه. شكرا ليك جزيلا دكتور عصام زكي، باحث بمركز بحوث الصحراء بشعبه الانتاج الحيواني. اشكرك استاذ، شكرا دكتور. الله يخليك، شكرا جزيلا. مشاهدينا فاصل قصير وبعد الفاصل ان شاء الله يعود مع حضراتكم من جديد زميلي محمد تركي، وتاني فقره في حلقتنا النهارده انتظرونا.